السلام عليكم الإخوة الكرام وتحياتي لكم، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. معكم أنوار ديتك في فيديو جديد. اليوم في هذا الفيديو هذا جيت باش نوجه لكم الشكر كاملين، بغيت نشكركم على النهار اللي فزت فيه بالجائزة، وها هي الجائزة جبتها معايا، وكاملين اللي هنئوني الناس واللي خلاو لي لايك واللي خلاو كومونتير زوينه، فتحياتي لكم كاملين. واللي ما شافش المسابقه اللي ربحت فيها كاشف المعادن فالفيديو غادي نخليه هنا الفوق، اللي بغى يتفرج في المسابقه كامله تفرج فيها، واجي تفرج في هذا الفيديو هذا، واللي ما مشتركش معايا في القناه يشترك معايا في القناه ودعمونا بواحد لايك وفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد ديال انوار ديتكت. وكاين اللي غيشوف هذه البلاصه هذه راه غيعقل على الفيديو، راه صورت في هذه البلاصه فيديو، مالين هذه الارض راه الدار ديالهم فينا هي اللي عطاوني الاذن باش نقوم بالبحث فيها بكاشف المعادن. والفيديو اللي صورته في هذه الارض فغنخليه حتى هو الفوق، اللي ما تفرج فيه فيطلع يتفرج فيه. والجهاز اللي ربحته في المسابقه فهو الاكس بيل اير اكس، غادي نقوموا بالتجربه ديالو اليوم. وفي القناه ديالي فتقريبا خدمت ب 10 ديال لي ديتكتور او 11 ديتكتور، ما بقيتش عاقل بالضبط، فقط في القناه يعني لي فيديو اللي صورت في القناه. اما العدد اللي خدمت به ديال الاجهزه فانا شخصيا ما عاقلش شحال العدد، خدمت بمجموعه من ديال الاجهزه جربتهم، سواء الاجهزه الامريكيه ديال لي غاريت او ديال فرنسا الاكس بي او الميني لاب ديال استراليا او الاجهزه الروسيه منهم الاكاسوريس اللي كاين فيديو ديالو هنايا صورت به. فانوار ديتكت فهو اول يوتيوب عربي كيصور بكثر من 10 ديال لي ديتكتور في القناه ديالو. وكنوجه التحدي لجميع اليوتيوبر اللي كيديروا لا ديتكسيون انهم يوصلوا لهذا العدد ويتعداوه، وانا معاهم في التحدي. ودابا غنخليكم مع واحد المقطع قصير باش غادي تشوفوا العدد ديال الاجهزه اللي صورت فيها في القناه ديالي، واللي عجبوا الفيديو وعجبته القناه فيشترك معنا في القناه ويدعمنا بواحد لايك وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال انوار ديتك، وتابعوا معايا للنهايه. ها جهاز ايكوينوكس فهو ثابت في البحر، صراحه جهاز خفيف الوزن، كويست 20 والكي 20، فهو ماكرو رايزر دوس هو هذا الجهاز. لا اشاره 73 بجهاز سكوبا تيكتور برو، لا اشاره. نحاول نشد التوازن ديال الديسك. الغاريت الايس 400، والجائزه هي هذه كما كتشوفوا معايا. بسم الله، هذا هو الجهاز، هذه هي باش شاركنا في المسابقه الى عقلتوا عليها، وهذه هي باش فزت بالبطاقه ديال الفيدراليه، هي هذه البطاقه ديال الفيدراليه، غادي نفتحها امامكم باش تشوفوها، لان حتى هذه جائزه من الجوائز، لانني فزت بالانخراط ديال الفيدرالية. غنفتحوها، ها هي راه ديال الفيدراسيون، نشوفو شنو فيها. هي هادي ديال الفيدراسيون ديال اسبانيا، هادي هي ها البطاقة، هادي هي البطاقة ديال الفيدراسيون، فيدراسيون اسبانيولا ديتكسيون ديبورتيفا، هي هذه البطاقة اللي فزت بها، وهذه هي اللي كانت عندي ديال الجمعية، هذه ديال الفيدرالية وهذه ديال الجمعية، هادو بجوج بهم بطاقات ديال لا ديتكسيون. هذه هي السيرتيفيكا ديال الكارونتي ديال الآلة، راه مازال ما كتبتش فيها الاسم ديالي، وهذا الكتاب ديال الأو إر إكس. والآلة ديالنا هي ركبناها واجدة كيف ما كتشوفوا، خفيفة، وفيها الديسك ديال الإكس 35 على 28، أنا سبق لي كان عندي الديسك الأش إف، الديسك الأبيض، بصراحة هو ممتاز، حتى هذا غادي نجربوه ونشوفوا كيفاش داير، وتابعوا معايا الفيديو للنهاية. ودابا غنجربوا الجهاز ديالنا، وكيف ما دائما كنوصيكم فاللي بغى يمشي يدير لا ديتكسيون في شي بلاصه فياخذ الاذن من عند مول الارض ويخدم مرتاح. كيف ما كتشوفوا ها هي الارض، ها هي الارض كاينه هنا، وكاين واحد القطعه الفوق الدار ديال مول الارض، راه هي الفوق كاينه واحد الطريق راه دايزه مع جنبي، كيدوزوا الناس كل شويه، كيدوزوا الناس اللي كيدوزوا بالبيشكليت كيديروا الرياضه في الغابه، اللي كيديروا رياضه المشي،
وانا خدام عادي وبراسي مرفوع، ما عندي حتى شي مشكل. دائما كنوصيكم منين تبغيو تمشيو لشي بلاصه فسولوا، لان كاين مجموعه ديال الناس كيسولوني واش لا ديتيكسيون اسبانيا مسموحه ممنوعه. راه اسبانيا كتختلف كل منطقه وكتختلف. مازال غندير لكم فيديو ان شاء الله، غنشرح لكم القوانين ونشرح لكم كلش، وما نوريوش الناس الغلط، ديما كنوريو الناس الطريق الصحيح ان شاء الله. ونبداو ان شاء الله نجربوا الجهاز ديالنا، تابعوا معايا للنهايه. هنا إشارة، بسم الله. زالا الشهادة الديسك كيعطي شي شوية ديال العمق، نشوفوها بالبين بوانتر. بسم الله، هيا في يدي. لا هيا 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 قطعة بياس هادي. مازال مازال بحالة جيدة، لكن عرفت هادي 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 50 سنتيموز، هادي ديال سنة 1963، مازال جديدة وكاين شوية ديال العمقة. برافو، يلا نكملو أول إشارة أول قطعة. عرفتي الظل بارد كتخرج للشميشة كدفى شي شوية، راه كاين البردة. إشارة 86 84، زوينة زوينة ها الضربات 86 83 كلهم زوينين. خرجات، شوف شنو هي خرجات. اليوم ما جبتش هذا ديال الركبة، الله إلا كنتعذبها. بسم الله، هاهي شي حاجة هنا. ها هي بياسة بياسة بياسة، ها هي طلعت في يدي، ها هي ونقية. ها انتوما شوف شوفوا سبحان الله، هاد الأرض هادي كيف ما كتشوفوا، فكتخلي البياس نقي. ثلاثة د البياسات لقيتهم دابا، هادي الثالثة نقية نقية. هادي عرفت شنيا هادي، هادي أول مرة كنشوف بحالها، ما عرفت شنيا هادي. هادي واحد بسيطة ديال سنة 1937 ديال العهد ديال لاكيرا سيفيل. هادي ما عرفتش شكون هي هادي، واش ايسابيل ما عرفتش اش. المهم مكتوبه السميه ديالها، مكتوبه ريبيبليك اسبانيول. وهادي واحد بيسيطا سنه 1937، ها هي فيها العنب، وهنا راني قريب للفيرما ديال العنب. الفيرما ديال العنب هي غير هنايا، ها نتوما. وسبحان الله هاد الارض هادي غير هاد المورصو هذا، وكنت خدمت ديك المره في ديك واحد القطعه راها الفوق ديال الارض، تا هي كتخلي البياس مزيان. مول هاد الارض هادي ما كيخدمش المبيدات. يلا سيدي كمل. سمعت هنا شي حاجه وهنا شي حاجه. دابا انا في الخدمه كان ديما كنوسع يعني المساحه ديال الخدمه. ها ها انتوما شي هنا شي حاجه، هنا شي حاجه. نبداو على اليمين، شوفوا شنو هنا، كاينه دي شي حاجه غير فوق الارض. اه هاي شي فوق الارض، هادو عرفتها هادي 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 داك البلاكه ديال 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 التحديد ديال الارض. هاي هادي دائما كيكونوا معلقين في الشجر بحال هكا. هاي خليه هنا، هانتوما شتي
كاينه قلنا هذه ما بقاش هنا. هنا كاين اشاره، هنا شي حاجه ديال الحديد، هنا اشاره. باينين. ها وحده، وحده شي حاجه ديال الحديد، شي حاجه واحده اخرى يا نحاس يا شي. دابا ملي غادي تكون عندك الخبره غادي تفهم. ها اشاره صحيحه هنايا، هنا شي حاجه ديال الحديد، يمكن النحاس 67 66. دابا على بركه الله، بسم الله كاين نهار الربح. مازال مازال بلاتي نشوفها بين بونتير، حيت مع الدبا هاد البلاصه كاين الحجر، كاين هاد الشجره. بسم الله شو كاينه هنا، كاينه هنا. ها هي هذه، هذه ها هي، وهذه اللي ضربت الفوق ها هي هنا، ها هي هذه، ها هي شو، ها هي هذه رصاصه، ها هي. وكاينه هذه شي حاجه هنا، نشوفوا ها هي بالمص دام قريبه. ها هي عرفتي شنو هي؟ ايه من الراس ديالها بان لي. ها هي ها هي شو معلقة وقتيمة، وقتيمة ها هي رصاصة ومعلقة. كاينة شي حاجة واحدة أخرى قلنا، كاينة الثالثة، نشوفوا الإشارة الثالثة. الإشارة الثالثة ديال الحديد، نشوف شنو هي. حديد مخلط، نشوف شنو هي. هاي 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 يا شوف، هاي شو حتى هذا عرفته. هاي هاي هذا، هذا ساروت. هو بلاصتو خلاها، هذا ساروت، هذا قديم، ها بلاصتو فين كيكونو السنان ولا هنايا ساروت. هانتوما ثلاثة د الإشارات بلاصة وحدة، وبلا الإشارة الأخرى اللي علقت في الشجرة. والو نتمناو نلقاو شي حاجة زوينة، سد الحفرة إي باموس. وصلت لنهاية الحلقة ديال اليوم، كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، ومرة أخرى اللي ما مشتركش معايا في القناة دعمونا بالاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال أنوار ديتك، ودائما إن شاء الله الجديد بكاشف المعادن. وكما جرت العادة دائما في الأخير أجي نوريكم شنو لقيت. والحصيلة النهائية بجهاز الإكس بي فهي هذه، أين هاد المعلقة هذه، وهاد الساروت، وهاد الرصاصة اللي كنظن أنها الرصاصة ديال لاغيرا سيفيل ديال سنة 1936 و37، وهو التاريخ ديال هاد البيسيطة، ديال واحد بيسيطة سنة 1937 كيف ما كتشوفوا. وهادي 50 سنتيم ديال البيسيطة حتى هي ديال إسبانيا ديال سنة 1963، وهادي 10 ديال الفرون فرنسية هاد القطعة هادي، والتاريخ ديالها ما باينليش، وجميلة بزاف. وكانت هذه هي الحصيله ديال التجربه، ديال اول تجربه ديال كاشف المعادن الاوير اكس. وحتى لهنا غنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وموعدنا ان شاء الله في الحلقه القادمه في قناه انوار ديتكت. وتحياتي لكم كاملين، والسلام عليكم.